كاين شي شركات تأمين اللي كيزيدوا فيه بزاف، وكاين اللي ما كيديروا حتى اللازم. مع أكسا ما تخلصوا غير اللي نتوما فعلا محتاجينه، لا أكثر ولا أقل. تأمين سيارة المشخص ديال أكسا، التغطية المناسبة بالثمن المناسب. أكسا، رؤية جديدة لتأمين سيارتكم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الأفاضل، وأهلا بكم ضمن النشرة الاقتصادية. وقعت مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب أمس اتفاقية شراكة مع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تهدف إلى دعم ومواكبة تمويل قطاع التعاون الغابوي المغربي. بلغ للمجموعة أفاد أنها ستقدم عبر هذه الاتفاقية دعما مهما لتحسين ظروف عيش أعضاء هذه التعاونيات، ليشمل 150 تعاونية غابوية عبر وضع المساعدة والخبرة المالية للمجموعة رهن إشارة الفئة المذكورة. في موضوع اقتصادي آخر، عرفت نفقة الاستهلاك النهائية للأسر المغربية ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقل حجمها من 12.8 مليار درهم سنة 2010 إلى 14.4 مليار درهم سنة 2012، مع تسجيل تفاوت متزايد بين جهات المملكة في هذا المجال حسب مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الجهوية. اعتمادات مالية كبرى يقبل المغرب على إنفاقها خلال السنوات المقبلة على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، ما يرجح أن تصل معه الفاتورة الرقمية للمملكة إلى 550 مليون دولار قبل ما تم عام 2018، لتكون بذلك البلاد الأولى على صعيد إفريقيا وفقا لما كشفت عنه دراسة حديثة. قال رئيس مجموعة أيروليا سيدريك اليوم بمدينة فرنبارا البريطانية إن المغرب هو البلد الأكثر جذبية في منطقة شمال إفريقيا بالنسبة لشركات صناعة الطائرات وتجهيزات الطيران في العالم. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة توقيع اتفاقية استثمارية بقيمة 40 مليون يورو مع وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي حفيد العالمي بالمعرض الدولي للطيران أن المجموعة اختارت المغرب. أعلن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية من المنتجات البترولية والزيت الخام خلال شهر مايو الماضي بنسبة 27.7% لتصل قيمتها إلى حوالي 435 مليون دولار مقابل 430.7 مليون دولار خلال شهر مايو 2013. تشير مؤشرات إلى أن لبنان على أبواب موسم جفاف غير مسبوق وشح في مياه الشرب بعد انخفاض معدل التساقطات المطرية وكاد ثلجي هذه السنة إلى أدنى مستوياتها، ما أدى إلى انخفاض مستوى المياه بالأبار والينابيع التي تعتبر المزود الأساس لجل مناطق البلد بالماء صالح للشرب. وارتفعت الأصوات المحذرة من مغبة وصول لبنان إلى نقطة الخطر، وبالتالي ضرورة البحث عن حلولنا قبل أن تقع الكارثة ويكون الجفاف عنواناً جديداً لأزمة من أزمات كثيرة يعاني من ويلاتها هذا البلد. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الاقتصادي، نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله. كاين شي شركات تأمين اللي كيزيدوا فيه بزاف، وكاين اللي ما كيديروا حتى اللازم. مع أكسا ما تخلصوا غير اللي نتوما فعلا محتاجينه، لا أكثر ولا أقل. تأمين سيارة المشخص ديال أكسا، التغطية المناسبة بالثمن المناسب. أكسا، رؤية جديدة لتأمين سيارتكم.